العاشرة حسب توقيت ساعة بغداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لحضراتكم حصاد الأخبار. نحييكم مشاهدينا ونبدأ معكم الحصاد بأهم العناوين. الدولة العراقية الآن فقدت للقرار السيادي. قيس الخزعلي: الدولة العراقية فاقدة للقرار السيادي وخاضعة للضغوط الغربية والأمريكية. ومكين وغراهام يلتقيان العبادي في بغداد. لم تقوم الحكومة. الفاسد فاسد، الفاسد لا يحاكم لا دينه ولا مذهبه ولا محافظته ولا حزبه. الفاسد هو يتحمل فساده إلا إذا جمعته سندوه يتحمل تبعاته أيضا. رؤوس مهمة ستسقط في إطار ملاحقة الفاسدين والفساد، يقول العبادي ويحذر من التنافس السياسي غير الشريف. اللجنة التنسيقية العليا تعلن عزمها عقد مؤتمر دولي لإغاثة النازحين الذي يتجاوز عددهم 3.5 مليون شخص. لا أنباء مؤكدة عن مصير الخطوط العراقية إلى أوروبا، ومصر والسويد توقفان رحلاتهما الجوية إلى أقليم كردستان العراق بسبب النشاط العسكري الروسي في المنطقة. ومليون وثلاثمائة ألف زائر إيراني دخلوا العراق لغاية الآن، ومن المتوقع يصل الرقم إلى 1.5 مليون. ومن العناوين إلى التفاصيل، قال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي أن الدولة العراقية باتت فاقدة للقرار السيادي وخاضعة للضغوط الغربية والأمريكية التي تمنع تسليح الحشد الشعبي. الخزعلي أكد في كلمة له خلال لقائه جمعا من الزائرين اللبنانيين إن الحكومة العراقية لم تقدم قطعة سلاح ثقيل واحدة إلى الحشد، وإن القرار السياسي بات مشكلة تمنع مشاركة الحشد في تحرير مدينتي الموصل والرمادي. المشكلة في العراق موجودة في القرار السياسي الذي يمنع من استمرار الانتصارات وتعزيز الانتصارات وتحقيق الانتصارات بسرعة. هو أن الدولة العراقية الآن فقدت القرار السيادي، متأثرة كثيرا بالضغوط الغربية، بحيث أبناء الحشد الشعبي بما يمتلكون ويقدمون من تضحيات إلى الآن لم تقوم الحكومة العراقية بتقديم قطعة سلاح ثقيلة واحدة إلى أبناء الحشد الشعبي. كل ما يمتلكونه هم الأسلحة الخفيفة والمتوسطة فقط. الأسلحة الثقيلة موجودة بعهدة الجيش العراقي، والجيش العراقي يأتي في المشاركة في حالات وفي حالات لا يشارك. وكذلك الحسابات الغربية التي تريد أن تجعل تحرير مدينة نينوى والأنبار حق حصري للولايات المتحدة لحسابات سياسية داخلية. ثلاثة، الجهد المبارك والعظيم الذي يعترف به فضل الله، يعترف به كل الأطراف السياسية وغير السياسية في العراق، هو جهد الجمهورية الإسلامية. يقينا أن هذا الجهد لم يكن تصرفا حكوميا وبأمر حكومي، إنما هذا الجهد العظيم الذي سأتكلم قليلا عنه كان بأمر مباشر من سماحة ولي الأمر المسلمين السيد الخامنئي أدام الله ظله على جميع المسلمين. بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي جون ماكين في سبل تعزيز القدرة القتالية للقوات العراقية من خلال دعم عملية التدريب والتسليح. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء أن ماكين أعرب خلال لقائه الذي حضره السيناتور لينسي غراهام المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية، أعرب عن دعم الكونغرس للعراق في حربه ضد الإرهاب لتحرير كامل أراضيه، إضافة إلى دعم الإصلاحات التي يقوم بها رئيس الوزراء العراقي. عندنا سياسة واضحة في ملاحقة الفاسدين، وإن شاء الله سترون رؤوس مهمة تقع في هذا الإطار. إحنا ما نريد نستعجل، ما يحول الفساد إلى صراع سياسي، وهذا خطأ. تحول الفساد
محاربة الفساد إلى صراع سياسي، أنه أنا أنتمي إلى حزب وإلى كتلة أريد أسقط الآخر، هذا ما أسويه. الفساد الفاسد فاسد. إلى ذلك كشف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن أن رؤوسا مهمة ستسقط في إطار ملاحقة الفاسدين، وقال أن تيار الفساد موجود في الدولة وعلى أعلى المستويات. العبادي قال في كلمة له إن الفاسدين يملكون إمكانات وقدرات تفوق إمكانات الدولة، إلا أن لدى الحكومة العراقية إرادة لمواجهتهم وكشفهم للرأي العام. أقول بصراحة هناك تيار فاسد في المجتمع، وهذا التيار الفاسد موجود بالدولة أيضا، وموجود في بعض الأحيان على أعلى المستويات. أنا ماذا يأسر؟ كلنا نعرف هذه الحقيقة، وهؤلاء يملكون إمكانات، يملكون فضائيات، يملكون إعلام. بصراحة الدولة ما تملكه، أقول لكم إياها بصراحة، كلنا لا نملك، ولكن نملك العزيمة والقوة والإرادة أن نواجههم. عندنا سياسة واضحة في ملاحقة الفاسدين، وإن شاء الله ستجدون سترون رؤوس مهمة تقع في هذا الإطار. إحنا ما نريد نستعجل، ما يريد يحول الفساد إلى صراع سياسي، وهذا خطأ. تحول الفساد، محاربة الفساد إلى صراع سياسي، أنه أنا أنتمي إلى حزب وإلى كتلة أريد أسقط الآخر، هذا ما أسويه. الفساد الفاسد فاسد. الفاسد لا يحاكم لا دينه ولا مذهبه ولا محافظته ولا حزبه. الفاسد هو يتحمل فساده، إلا إذا جماعته سندوه يتحملون تبعاته أيضا، إن ما سندوه يتحمل تبعات نفسه. ولهذا الفاسد لما يسقط يجب أن يسقط لوحده، لا يجوز أن نسمح لهم دي يستخدمون كل الأسلحة الباطلة، كل الجهود والإمكانات والنوايا الهابطة للأسف من أجل إسقاط تجربتنا. يعرفون وين نريد نوصل، يعرفون لأن بدينا نقص جناحاتهم، بدينا نحاصرهم. بالطبع ما ممكن أن تكون مرة واحدة، فلأقول بصراحة هاي يحتاج لها صبر، بس الصبر مو صبر الخنوق، وإنما صبر الاستمرار على الطريق. ودعا رئيس الوزراء حيدر العبادي القضاء إلى الابتعاد عن السياسة والحفاظ على الاستقلالية، وأن التعامل مع ملفات الفساد ليس كما يتعامل مع الجرائم العادية. اليوم احنا هواي نعتقل المجرمين يقومون بالسلب والنهب والخطف، هؤلاء بعضهم يدعي انتمي إلى هذه الجهة أو تلك، إذا ما ثبت عندنا انتماء هو يتحمل تبعات عمله بالأخير، ولهذا ما يتحمل تبعات عمله لا مذهبه كما ذكرت ولا محافظته ولا حزبه. المجرم مجرم لا انتماء له، انتماء للإجرام. وإحنا الآن الفاسدين نحاسبهم كفاسدين بغض النظر عن انتمائهم لكتلهم السياسية، وعندنا برنامج وعندنا منهاج لملاحقتهم، بدنا نجمع أدلة، نريد القضاء هو اللي يحكم في هذا الموضوع. ولهذا أدعو القضاء، أنا أحترم القضاء وأحترم نزاهته وأحترم استقلاله. القضاء يجب أن يبقى مستقلا بعيدا عن السباق والتنافس السياسي، لأن اليوم السياسيين لما يختلفون وين يروحون؟ لما يختلفون في تشريعات وفي أنظمة يروحون إلى القضاء. المواطن لما يصير عنده نزاعات يروح إلى القضاء. يجب أن تبقى ثقتنا بالقضاء عالية، ولهذا مسألة محاربة الفساد أطلب من القضاء أن تكون هناك تخصيصات أكثر وقضاة أكثر فاعلية في محاربة الفساد. لا يجوز أن نحارب الفساد كما نحارب الجرائم العادية. الجرائم العادية يقوم بها مواطن اختلف مع مواطن آخر، تعارك، خلاف بيناتهم على معاملة، على مصالح معينة. أما الفساد يقوم به جماعات لها قدرة معينة، يستطيعون أن يخفون نفسهم، يستطيعون أن يقومون بعمليات فساد ويهددون، يهددون القاضي ويهددون الموظف ويهددون المحقق ويهددون الشهود. أهلا بكم من جديد، حصادنا مستمر وفيه بعد قليل. الدولة العراقية الآن فقدت القرار السيادي، متأثرة كثيرا بالضغوط الغربية. قيس الخزعلي: الدولة العراقية فاقدة للقرار السيادي وخاضعة للضغوط الغربية والأمريكية. ومكين وغراهام يلتقيان العبادي في بغداد. بغداد.
وينضم إلينا عبر الهاتف السيد نعيم العبودي المتحدث باسم عصائب أهل الحق. سيد نعيم أهلا بك، ما هي الرسالة التي توجهها العصائب للحكومة عندما يقال مؤخرا على لسان السيد قيس الخزعلي بأن الحكومة العراقية لا تملك حاليا القرار السيادي في العراق؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. حقيقة هناك عدة أسباب وعوامل أساسية دعت سماحة الأمين العام لأن يقول بأنه القرار السيادي حقيقة تفتقده الحكومة العراقية، من ضمنها الاختراقات الجوية الكبيرة جدا التي تقوم بها تركيا في شمال العراق، وكما تعرفون هناك مشكلة حقيقية أصبحت بين تركيا وروسيا عندما اخترقت أجواء كما تدعي تركيا بأن 17 ثانية فقط اخترقت أجواءها، والأجواء للأسف الشديد مفتوحة في شمال العراق لتركيا، هذا واحد. ثانيا هناك عدة أحداث في الطيران في مطار بغداد عندما جاء الطيارات محملة بالأسلحة الكاثمة للصوت وثم غادرت بدون أن يكون هناك علم الدولة العراقية، وهذا حقيقة خرق لسيادة الدولة العراقية. ثالثا هناك بعض المعارك التي حدثت مثل تحرير الأنبار التي تأخرت أكثر من 7 أشهر على الرغم أن كل الإمكانيات كانت متوفرة للحشد الشعبي، وكذلك المجلس المحافظة وعشائر السنية في تلك المناطق طالبت أن يكون هناك دور الحشد الشعبي الأساسي، ولكن للأسف الشديد كان هناك ضغط غربي على الحكومة العراقية، لذلك الحكومة العراقية أصبحت بين السندان والمطرقة. لذلك قلنا بين الآن القرار السيادي لا تمتلكه الحكومة العراقية، تحتاج أن نكون واقعين وصريحين بأن يجب أن نتعاون جميعا من أجل أن يكون هناك قرار وسيادة للدولة العراقية. هناك اختراقات، هناك ضغط دولي، والحكومة العراقية أعتقد بأن لها الآن دور، يجب أن يكون لها دور إيجابي وكبير جدا في الاتجاه والتوجه إلى الحشد الشعبي والعشائر التي الآن انضوت تحت راية الحشد الشعبي من أجل تحرير هذه المناطق. نحن الآن في حرب، يجب أن تكون هناك ميزانية معتدلة للحشد الشعبي، كذلك توجه ودعم معنوي ومادي. للأسف الشديد كما قال سماحة الأمين العام في هذه اللحظة لا توجد أي أسلحة ثقيلة ولا أي قطعة ثقيلة تسلم إلى الحشد الشعبي، ونحن نخوض معارك كبيرة جدا، معارك مدعومة دوليا، مخابرات كبيرة جدا هناك. نعم سيد نعيم، ولكن أليس تقييم المرحلة يجب أن يكون حكرا على الحكومة العراقية وأقله على وزارة الدفاع؟ يعني كثرة التقييمات ألا يعقد المسألة أو الموقف أكثر حاليا في هذا الوضع الأمني المرتبك؟ لا ولا يعقد، يعني يجب أن يكون هناك في دائرة التصحيح ودائرة الانتقاد فيما بيننا حتى نكون قريبين إلى الحل الحقيقي والواقعي. نحن صريحين وقلنا يعني وكل الظروف وكل الوقائع تؤشر وتقول بأن الآن القرار السيادي ضعيف أو لا تمتلكه الحكومة العراقية، ولذلك هو ليس فقط الحكومة العراقية معنية بذلك، كل الكتل والبرلمانيين وغيرها والأحزاب معنيين بذلك. كيف أن يكون العراق قوي وذو سيادة؟ أولا الالتجاء والتوجه لأبناء الشعب العراقي الحقيقي من أجهزة أمنية وكذلك أبناء حشد الشعبي، هم الذين يجب أن يمتلكون القرار، ونحن باستطاعتنا ولدينا القدرة في تحرير هذه الأراضي بعيدة عن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية غير جادة في إنهاء الأزمة وإنما تحاول أن تدير الأزمة. لذلك عندما دخل هذا التحالف الآن التحالف والاتفاق للرباعي الأمني على الحكومة العراقية أن تأخذ دورها فيما في الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. المجتمع الدولي لو كان حقيقة جاد في مساعدة الشعب العراقي لكان هناك ضغط على الدول الداعمة. بوتن صرح في قمة 20 بأن هناك 40 دولة بالأدلة تدعم داعش، وهناك دول في قمة 20 قال إنها داعمة للإرهاب والإرهابيين في العراق وفي سوريا، وهذه حقيقة لعبة دولية. علينا نحن كعراقيين كحكومة كشعب كحشد كعشائر أن نكون على مستوى التحديات على مستوى المسؤولية، بأن هناك أعداء لا يمكن أن يكون هناك دولة خارجية تريد المصلحة للشعب العراقي، إنما يجب أن نكون على مستوى المسؤولية ونخرج في مشروع كبير جدا يكون على مستوى هذه التحديات. هذا المشروع الكبير هو وعد الفتنة الطائفية واتحاد الجميع فيما بينهم من أجل الخلاص من هذه الغدة السرطانية التي ابتلي بها الشعب العراقي وبعض المناطق، وهو الخلاص من داعش. طيب ما هي طبيعة العلاقة اليوم مع الحكومة، يعني بين العصائب والحكومة، عندما يقال بأن الدولة أو الحكومة لا تملك القرار السيادي، وعندما نتوجه مباشرة إلى الحكومة بأنها لم تدعم العصائب بأي سلاح ثقيل في ظل هذا الوضع الراهن أمنيا؟ طبيعة العلاقة بينكم وبين الحكومة حاليا كيف نصفها؟
نعم، العصاب هو جزء من الحشد الشعبي، وبالتالي هناك الآن تنسيق وهناك حوار وهناك تبادل معلومات بينه وبين الحكومة العراقية، والعلاقات طبيعية جدا بينه وبين الحكومة. ولكن عندما ننتقد أمور واقعية يجب أن نصل لها الحال. نحن ننتقد وننطلق ليس من عقدة الكراهية والتعثر الحكومة العراقية، إنما ننطلق من أجل إصلاحات واقعية يجب أن تقوم بها الحكومة العراقية. هناك تنسيق، هناك تبادل معلومات، ولكن هناك تقصير حقيقة أمام الحشد الشعبي. هناك تقصير بالعدد والعدة على الحكومة العراقية أن تزيد العديد الحشد الشعبي، وكذلك تسليم الأسلحة الثقيلة. الأسلحة الثقيلة مهمة جدا. كل هذه المعارك والانتصارات الكبيرة التي حققها أبناء الحشد الشعبي وكذلك عشائرنا الكريمة وكذلك الجيش والأجهزة الأمنية يحتاج أيضا خطوات متقدمة من الحكومة العراقية بزيادة هذا الدعم من أجل أن يكون هناك انتصارات حقيقية وواقعية. لحد هذه اللحظة هناك استعداد كافي، هناك على هبة الاستعداد، هناك تدريب لأبناء فصائل الحشد الشعبي المقاوم في كل حركاتها، ولكن تحتاج إلى دعم أكثر مادي من أجل أن يكون هناك تحرير مناطق كبرى. لحد هذه اللحظة كان هناك توقف، على الرغم أن هناك استعداد كبير لأبناء الحشد الشعبي، ولم يتوقف التدريب والتأهيل لأبناء الحشد الشعبي، وكله اعتماد ذاتي على فصائل تلك الحشد. لذلك قلنا بأن الحكومة العراقية فاقدة لهذا القرار السيادي بسبب هناك، نعتقد بأن هناك ضغط دولي كبير جدا على الحكومة العراقية حتى لا يدخل الحشد الشعبي في الأنبار، وهو وكما عبرت الولايات المتحدة الأمريكية بأنه دخول الحشد الشعبي في صلاح الدين كان خطأ. نعم إنه خطأ، لأنه أفشل مشروع الفتنة الطائفية في تلك المنطقة. وعندما يدخل الحشد الشعبي ويتلاحم أبناء الشعب العراقي فيما بينهم في تحرير محافظة الأنبار، أعتقد هو هذا إفشال المشروع الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك يسعى الغرب بدفع الحشد الشعبي بعيد عن الأنبار، ولكننا نعتقد بأنه لا يمكن تحرير المدينة وتحرير الفلوجة بالكامل إلا إذا كان هناك نخبة من أبناء الشعب العراقي لديهم الخبرة الكافية في حرب العصابات وفي حرب الشوارع كما حدث في بيجي. ولذلك ربما هو وقت، ولكن أنا أعتقد بأنه في نهاية المطاف سوف تدعو الحكومة العراقية أبناء الحشد الشعبي وكذلك العشائر. الآن هناك اتصالات كبيرة جدا تطلب تدخل الحشد الشعبي والفصائل الأساسية في الأنبار من أجل تحريرها بالكامل. طيب، عندما جئت على ذكر إصلاحات يجب أن تنتبه لها الحكومة، هل هي الإصلاحات العسكرية من تدريب وتجهيز بالسلاح، أم أن العصائب إصلاحات خاصة لها يجب أن تلفت نظر الحكومة إليها؟ هذا فيما يتعلق بالشق. والشق الآخر، عندما تحدثت عن حل حقيقي وواقعي، هل نستطيع التحدث عن خارطة الطريق واضحة للخروج من هذا المأزق الأمني الذي يمر فيه العراق حاليا وتتفق عليه جميع الكتل السياسية في العراق؟ هل يمكن الحديث عن ذلك، وأين هو موجود؟ اولا نحن نمر في مرحله حرب. الحكومه العراقيه يجب ان تنتبه لميزانيه وزاره الدفاع وخصوصا ميزانيه ابناء الحشد الشعبي، لان اغلب المناطق التي تحررت هي على ايدي ابناء الحشد الشعبي. عندما نريد انتصارات وتحرير اراضي لابد ان يكون هناك توجه كبير ودعم مادي، على الرغم ان هناك ازمه اقتصاديه، ولكننا نعيش في حاله حرب. على الحكومه العراقيه ان تنظر لابناء الحشد الشعبي وتضيف اليهم وتدعمهم ماديا ومعنويا، هذا واحد. ثانيا، العراقيين في على مر التاريخ ربما نضعف، ربما تاتي حالات انكسار، ولكن سرعان ما يحولون هذه الانكسارات الى انتصارات. أبناء الشعب العراقي، الشعب العراقي هو حقيقة ترضي بأبنائه. ممكن أن يكون هناك أطراف نجلس على طاولة مستديرة من أجل المناقشات ومن أجل الخروج بمشروع عابر للطائفية. نعم، هناك أعتقد أن داعش كانت كاشف حقيقي لأبناء الشعب العراقي، من وقف مع الدولة ووقف مع العملية السياسية ومن وقف مع الحشد الشعبي ومع أبنائه، ومن هو وقف مع داعش. لذلك يجب أن نفرض الذين وقفوا مع داعش والذين بقوا مع الدولة وبقوا مع العملية السياسية. يجب أن يكون هناك حوار فيما بيننا، وأنا أعتقد بأن كل الشعب العراقي هو متفق على محاربة داعش وفضح الفاسدين. الحكومة العراقية هناك خطوات، ولكن هذه الخطوات ليست بكافية، هناك خطوات بطيئة جدا. نحتاج إلى خطوات سريعة جدا،
والخطوات السريعة، يجب الالتفات إلى أبناء الحشد الشعبي والقوات الأمنية، لأننا في حالة حرب يجب استثمار هذه الانتصارات الكبيرة ووجود طاقات شبابية كبيرة، يحتاج إلى دعم مادي فقط وخصوص الأسلحة الثقيلة في الجبهات من أجل تعزيز هذا الوجود، وكذلك إدخال العشائر بصورة أكبر إلى الحشد الشعبي، على الرغم أنه الآن من 16,000 إلى 18,000 من العشائر السنية الكريمة دخلت في الحشد الشعبي، وأصبح الحشد الشعبي المقاوم لا يمثل مكون واحد إنما يمثل كل المكونات. لذلك على الحكومة العراقية أن ترعى هذا الحشد بخطوات إضافية من أجل تحرير كل الأراضي. السيد نعيم العبودي المتحدث باسم حركة عصائب أهل الحق، شكرا جزيلا لهذا التوضيح والمشاركة في حصاد الليلة. حصادنا مستمر وهذا تذكير بالعناوين. والدولة العراقية الآن فقدت القرار السيادي، متأثرة كثيرا بالضغوط الغربية، بحيث أبناء الحشد الشعبي بما يمتلكون ويقدمون من تضحيات إلى الآن لم تقم الحكومة العراقية. قيس الخزعلي: الدولة العراقية فاقدة للقرار السيادي وخاضعة للضغوط الغربية والأمريكية. وماكين وجراهام يلتقيان العبادي في بغداد. الفاسد فاسد، الفاسد لا يحاكم لا دينه ولا مذهبه ولا محافظته ولا حزبه. الفاسد هو يتحمل فساده، إلا إذا جماعته صندوق يتحملون تبعاته أيضا. رؤوس مهمة ستسقط في إطار ملاحقة الفاسدين والفساد، يقول العبادي ويحذر من التنافس السياسي غير الشريف. اللجنة التنسيقية العليا تعلن عزمها عقد مؤتمر دولي لإغاثة النازحين الذين يتجاوز عددهم 3.5 مليون شخص. لا أنباء مؤكدة عن مصير الخطوط العراقية لأوروبا، ومصر والسويد توقفان رحلاتهما الجوية إلى أقليم كردستان العراق بسبب النشاط العسكري الروسي في المنطقة. 1,300,000 زائر إيراني دخلوا العراق لغاية الآن، ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى 1.5 مليون. أوقفت شركة مصر للطيران رحلاتها الجوية إلى مطار أربيل لمدة 3 أيام بسبب ضربات الطائرات الحربية الروسية لقواعد تنظيم داعش في شمالي العراق وغربي سوريا. مسؤولون في شركة مصر للطيران أكدوا أن قرار إيقاف الرحلات الجوية إلى مطار أربيل في إقليم كردستان العراق تم تنفيذه بدءا من اليوم الأحد، حيث تم إلغاء رحلات متجهة من مطار القاهرة إلى أربيل، وأبلغ الركاب في رحلات السفر والوصول بالإلغاء على أن يتم استئناف الرحلات بعد الحصول على الموافقات اللازمة والسماح بالطيران المدني بالعمل في مطارات كردستان. استقبل ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استقبل رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني الذي يزور دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن جولة إقليمية. وذكرت وام أن اللقاء شهد تبادل الأحاديث حول مجالات التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بخاصة في الجوانب الاقتصادية بين الجانبين، وتأكيد الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المتبادلة. وسيحضر البرزاني خلال زيارته دولة الإمارات فعاليات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2015. اجتمع وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي مع مستشار مجلس أمن إقليم كردستان مسرور برزاني، وبحث معه في خطة تحرير محافظة نينوى. وذكرت وزارة الدفاع في بيان أنه جرى خلال اللقاء مناقشة الخطط العسكرية والأمنية التي أعدت لتحرير محافظة نينوى من سيطرة تنظيم داعش. وأضاف البيان أن الجانبين أكدا استمرار تبادل المعلومات بين الطرفين من أجل تنسيق أعلى وأكبر بين القوات المسلحة وقوات البيشمركة. The
أبدى محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق استغرابه من التصريحات التي تعترض على بيع العملة الأجنبية للمواطنين عن طريق نافذة البنك المركزي، وقال أنه غير مستعد لإغلاق نافذة بيع العملة الصعبة. العلاق أكد خلال حضوره ندوة نقاشية حول سياسة البنك المركزي ونزاهته بحضور شخصيات سياسية واقتصادية إن واردات العراق دولارية ونفقات الدولة بالعملة المحلية، الأمر الذي يتطلب من البنك المركزي بيع الدولار ليحصل على العملة المحلية لسد نفقات الدولة. وبين العلاق أن 20% فقط من مصاريف الدولة بالدولار، وهي مصاريف خارجية خاصة بالديون واستيرادات الوزارات، أما الباقي فهو بالعملة المحلية، قائلا أن الدولار يمكنه أن يوصف بالسلعة التي يحتاجها المواطن ويحصل عليها من منافذها الشرعية. وعلل العلاق سبب رفضه إغلاق نافذة بيع العملة إلى متطلبات الواقع كما وصفها، وقال إن البنك المركزي ليست له هيمنة على بيع العملة وإنما يفرضها الواقع، وأن حجم المبيعات يتوقف على حجم طلب الدولة من العملة المحلية، وأنه يعتمد هذه الآلية لتنفيذ سياسة البنك المركزي النقدية التي تنص على لجم التضخم والسيطرة على سعر الصرف. هذا وطالب البنك المركزي العراقي البرلمان بأن تكون له حصانة قانونية وسن تشريعات واضحة لحماية متخذي القرار من منتسبيه، مؤكدا أن الاستمرار بآليات عمله بما يكفل استقرار سعر الصرف واعتماد الشفافية في عمليات بيع العملة. بيان للبنك المركزي العراقي ذكر أن اجتماعا موسعا عقد وتم خلاله اعتماد دراسة لمحافظ البنك علي العلاق كإطار عام لعمله في مواجهة حملات التشكيك وما وصفها بالاتهامات الجزافية التي وجهت إلى عمل البنك المركزي من قبل البعض من غير المختصين، ما قد يتسبب ذلك بآثار سلبية على استقرار السوق وتوقعات المستثمرين التي يمكن أن تمتد إلى إلحاق الضرر بالمعاملات المالية والمصرفية في الداخل والخارج. ورفض البنك في بيانه ما وصفها بالتخرصات التي تصدر عن بعض الأطراف إما بسبب الجهل أو بدوافع سياسية ومصلحية، داعيا إلى منح مسؤولية البنك المركزي الحصانة القانونية التي يتمتع بها نظرائهم في البنوك المركزية العالمية. من جانب آخر، نفى المصرف العراقي للتجارة صلته بقضية تحرير صكوك بدون رصيد تجاوزت 400 مليار دينار عراقي، وأكد أن دوره في تلك القضية لا يتعدى كونه شاهدا حول فتح حساب مصرفي لأحد الزبائن. وقال المصرف في بيان أنه راعى الضوابط القانونية الكاملة لقانون مكافحة غسيل الأموال، وأن اتهامه بتجاوزها باطل ولا سند قانوني له، خاصة وأن الصكوك المحررة يجب أن تكون مستوفية للشروط كافة بضمنها مكافحة غسيل الأموال من مصادرها، وأن المسؤولية تقع على عاتق الجهة المصدرة لدفتر الصكوك. وأضاف البيان أن قيام الممثل القانوني لإحدى المصارف بإقامة شكوى ضد العراقي للتجارة ليس صحيحا، وتغيب عنه أو تغيب عنها الرؤية القانونية السلمية، محذرا من تسخير القضية للكذب والتشهير ومحاولة النيل من السمعة العريقة للمصرف العراقي التجاري. تداولت المواقع لقطات يزعم أنها لأحد أعضاء مجلس النواب في مطار النجف بعد اعتدائه بالضرب على إحدى المسافرات. وتظهر اللقطات إصرار امرأة في مطار النجف على تصوير النائب في البرلمان الذي لم تذكر اسمه، غير أنها زعمت أنه اعتدى عليها بالضرب أمام الحضور لأسباب مجهولة، ولم يتسنى التأكد من صحة اللقطات من مصدر مستقل. وتكفل الشرقية نيوز حق الرد والتعليق لكل من يظهر في هذه اللقطات. Yeah.
نشرت القوات الأمنية في بغداد آلاف العناصر الأمنية بالزيين العسكري والمدني في بغداد ومحيطها وعلى امتداد الطرق التي تحتضن الزوار المتجهين إلى كربلاء. وتقول جهات أمنية أن الفساد الإداري حال في السابق دون تسخير إمكانات الدولة في حماية الزوار. من أساسها والتفاصيل. جهود قوات الأمن العراقية تصب كلها لحماية الطرق التي يسلكها الزائرين المتوجهين إلى كربلاء لإحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، فأكثر من 400,000 عنصر أمني انتشروا لتأمين الزيارة. هذا عدد كبير وهائل من الزائرين، يحتاج لهم الكثير من الأجهزة الأمنية، تحتاج إلى أجهزة حديثة تقنية، تصوير كاميرات، لكن إمكانية العراق وفساد الإداري والمالي أثر في عدم استغلال الإمكانيات الهائلة لتأمين هذه الأعداد الكبيرة. إلى جانب الفرق العسكرية يبرز دور لطيران الجيش في توفير غطاء جوي لصد أي اعتداء، فيما تكثف قيادات السيطرة الميدانية مفارز استخباراتية لرصد أي تحركات مشبوهة. هذا اليوم هو يعني يعتبر يوم الذروة، نتوقع زيادة عدد الزوار خلال هذا اليوم واليوم غد، وكل إجراءات الحماية مؤمنة بشكل كامل. قطع المزيد من الطرق يهدف بحسب مديرية المرور إلى فسح المجال للأعداد المتزايدة للزائرين. وفرنا كل جهدنا، كل إمكانياتنا بالنسبة لخط جسر بغداد القادم من الرصافة باتجاه الكرك، لأن صار أصبح سايدين، المداخل المخارج كلها أمناها. للشرقية نيوز، ميناس السهيل، بغداد. ويبقى معنا مراسلنا ميناس السهيل من بغداد. ميناس، هل لك أن تضعنا في صورة ما تم من إجراءات حول تأمين الزيارة الأربعينية من بغداد والمحافظات إلى كربلاء؟ نعم سعد، أنا أقف وفريق الشرقية نيوز الصحفي يقف في هذه النقطة، وهي نقطة التقاء ثلاث مسارات متوجهة إلى مدينة كربلاء لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه. أنا أقف في هذه النقطة وهي أهم نقطة يستخدمها الزائرين القادمين من مناطق وسط وشمال وشرق العاصمة العراقية بغداد، وعلى بعد أمتار من هذا الموقع يلتقي مسارين. المسار الأول هو مسار قادم من مناطق البياع ومناطق المعالف والإعلام، والمسار الآخر من يعني قادم من مناطق بغداد الجديدة والعبيدي ومناطق أخرى في أجزاء من بغداد. هذه النقطة، وهذا المسار أو هذا الشارع الذي قطع بجانبه الواحد، هذا الشارع يعني تقريبا ومنذ 4 أيام قدرت السلطات الأمنية أنه عدد الزائرين الذين مروا من هذا الطريق باتجاه مدينة كربلاء يقدر بتقريبا 500,000 زائر. قائد عمليات بغداد وقائد الفرقة السادسة اللواء ركن أحمد سليم أشار لنا وقال بأنه يوم غد، يعني صباح يوم غد، ستصل الزيارة، زيارة الأربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه، إلى أعلى مستوياتها، حيث يتوقع أن يعني تبدأ منذ فجر اليوم وحتى يعني ساعات متقدمة من الأيام القادمة أن يصل عدد الزائرين أو يتجاوز مرورا بهذا الطريق إلى أكثر من 1,000,000 شخص. وهذا العدد الكبير من الزائرين يعني حتم على القوات الأمنية إلى نشر أعداد إضافية وتغييرات ولمسات أخرى في صفحات الخطة الأمنية التي أعدتها قيادة عمليات بغداد بالتعاون مع التشكيلات الأمنية والعسكرية، وأيضا اشتراك جهاز المخابرات العراقي بنشر أعداد كبيرة من المدنيين وسط الزائرين للتعامل مع أي معلومة أو أي اعتداء. المناطق المحيطة بهذا الطريق، نعم، والطرق الأخرى المخصصة لزوار أربعينية الإمام الحسين تحيطها القوات الأمنية من الجانبين. نعم نعم ميناس، أشرت في تقريرك السابق حول هذا الموضوع أن الفساد الإداري حال دون تأخير إمكانات الدولة لحماية الزوار بالزيارات السابقة. ما هي أوجه الفساد التي حصلت خلال الزيارات السابقة؟
نعم، يعني زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام تحتاج إلى إمكانيات كبيرة جدا، إمكانيات خدمية، إمكانيات نقل، إمكانيات طبية صحية. لكن ما أشار إلى يعني رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حاكم الزاملي اليوم في تصريح، في بعض التصريحات أكد أنه وهو مشرف أيضا مع القادة الأمنيين على عملية تأمين الزيارة من جميع نواحيها، إن كانت الأمنية والخدمية، أشار بأنه الفساد المالي والإداري الذي استشرى في أجهزة الدولة ومنها المؤسسة الأمنية حال دون تقديم خدمة أكبر لزوار الإمام الحسين، حتى أن بعض الزائرين قالوا أنه ثورة الإمام الحسين هي خرجت ضد الفساد، ضد الطغيان، ضد الظلم، فكيف يعني السياسيين وهذا ما يقوله الزائرين أن لا أن 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 لا يعني يأخذوا من هذه الثورة العبر وجميع المعطيات الإيجابية. فقط أشير إلى أنه يعني بسبب أيضا مظاهر الفساد يعني الزوار حرموا من كثير من الإمكانيات الخدمية، ولهذا برز دور المواكب، مواكب الخدمة التي تمول ذاتيا من قبل يعني أهالي المنطقة، ونحن في منطقة السيدية وقريب من عندنا أحد أصحاب المواكب الموجودة، وهي مواكب أيضا تقدم الخدمة، وهي يعني برز دورها في هذه الزيارة والزيارة السابقة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث عن دور المواكب في تقديم الخدمات للزائرين المتوجهين إلى مدينة كربلاء، كيف يعني ماذا تقدمون للزائرين وفي ظل غياب ويعني قلة الإمكانيات الحكومية لتقديم الخدمة للزائرين، لكن برز دوركم أنتم يعني المواكب الموجودة على طول الطرق من مناطق جنوب بغداد حتى مناطق شمال محافظة بابل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. نعزي الأمة الإسلامية ومراجعنا العظام والإمام الحجة القائم المنتظر عجل الله فرجه باستشهاد أبي الأحرار الحسين عليه السلام، ومن هذا المنطلق نشكركم أولا جزيل الشكر لسهركم حقيقة ونقل الصورة للعالم كله، ونشكر الأخوان المقاتلين في جبهات القتال اللي بهذا الوقت هم يقاتلون. نعم، يعني ماذا تقدمون من خدمة للزوار وكيف هي المواكب الموجودة؟ كموكب بالسيدية، موكب جون مولى أبا ذر الغفاري، حقيقة من 2007 بعد السقوط تكون هذا الموكب. هذا ماذا تقدمون الآن؟ يعني هذا اللي يقدم كل شيء حقيقة، يقدم كل شيء. يعني هذا الموكب يشارك به النساء، الأطفال، الشياب، الشباب، كل أبناء المنطقة، كل ما عندهم يقدمون هذا الموكب، ومن كل الطوائف يجون يشاركون هذا الموكب. حقيقة ما يتلقى أي دعم من أي حزب ومن أي فصيل. يعني هذا الدعم حقيقة من أهالي المنطقة، كل من يستطيع يقدم في أبسط ما يكون في كل شيء يقدمه للموكب. إحنا بدورنا يريد هو يقدمه، هو معروف يقدمه للزوار. من يشارك بالخدمة؟ يشارك بالخدمة حقيقة أهالي المنطقة جميعا، كل من إلى محب للحسين يقدر يقدم خدمة لمحمد والي محمد، فيوقف بالموكب ويقدم. إحنا عندنا كل شيء حقيقة من الصبح، من الساعة 6 الصبح ولهذا الوقت نقدم أكل، شرب، عصائر، توجيهات، نظافة، كل التوجيهات، فكل شيء موجود، وفضل الله وبركات الله وأهل البيت موجود كل شيء. فكل شيء يجي من الأرض يصعد للزائر في سبيل أن الزائر جاي قاطع مسافات ويلقى الماء، الشرب، ونعم الاستراحة. شفنا أنه أماكن. شكرا لك. نعم، يعني فقط يعني هذه الصورة هي الموجودة الآن حاليا، لكن فقط نقطة أخيرة أنه يعني الآن في هذه الأوقات يعني تقل أو يقل عدد الزائرين، لكن من المتوقع أن تزداد أعداد الزائرين خلال فجر هذا اليوم، وستكون يعني ذروة الزيارة في يعني من خلال ساعات الفجر الأولى. لكن فقط نشكر يعني فقط قيادة الفرقة السادسة لتعاونها معنا، وأيضا قيادة الفرقة أو الفرقة الرابعة شرطة اتحادية اللواء السابع، شكرا لتعاونوا ويانا ووفرونا سيارات نقلتنا إلى هذا المكان. شكرا. نعم، من أساس هيل مراسلنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.
كشف مسؤول منظمة بدر في كربلاء عضو مجلس المحافظة حامد صاحب الكربلائي عن مشاركة سلاح الجو الإيراني في تأمين زوار الأربعينية في محيط كربلاء انطلاقا من الطوق الأمني لمنطقة الحظر الجوي التي يبلغ مداها 25 كيلومترا. الكربلائي قال للشرقية نيوز إن مشاركة المحافظات كافة والدول الإقليمية في حماية الزوار يتم بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد ودجلة والفرات الأوسط. في الحقيقة لا تستكمل الخطة الأمنية إلا بالتنسيق العالي مع الحكومة المركزية من جانب ومع المحافظات المجاورة لكربلاء وأيضا المحافظات التي انطلقت منها الزوار، فيوجد تنسيق عالي على مستوى الأمني والخدمي، وأيضا وجود الغطاء الجوي في الجهة الغربية لكربلاء المقدسة ابتداء من الطوق الذي يحظر فيه تواجد الطيران على مسافة 25 كيلومتر، ووجود طيران استطلاعي من الجمهورية الإسلامية أيضا لتغطية مداخل الزوار الإيرانيين وحتى الزوار الأجانب، وأيضا هناك تنسيق كامل مع القيادة العملية في بغداد وكربلاء والفرات الأوسط أيضا ودجلة. منطقة آمنة مستقرة وصار لها أكثر من سنة ونص محررة، شنو الأسباب اللي تمنع عودتنا لمناطقنا؟ الناشد المسؤولين أكرر يرجعون لمناطقنا، إن مناطقنا محررة، منطقة العوسات أكرر منطقة العوسات محررة صار لها أكثر من سنة ونص وما جاء رجعون منها. أعلنت اللجنة التنسيقية العليا عزمها عقد مؤتمر دولي لإغاثة النازحين الذي يتجاوز عددهم 3.5 مليون شخص بعد عجز السلطات الحكومية عن مساعدتهم. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم اللجنة خالد المفرجي الذي أكد أيضا أن لجنة التنسيق العليا شكلت من قيادات المحافظات المنكوبة بإرهاب تنظيم داعش، مؤكدا عزم اللجنة استرداد حقوق المحافظات الستة التي تعرضت لهجمات إرهابية. هذا وطالب نازحون من مدن الأنبار إلى المخيمات المنتشرة قرب عامرية الفلوجة بإعادتهم إلى مناطقهم المحررة بعد أكثر من عام ونصف في الخيام المتهرئة والتي لم تعد تحمي الأطفال وكبار السن من البرد والحر. ويؤكد نازحون أن إعادة العائلات سيسمح لها باستضافة آلاف النازحين في أراضيها وتقاسم ما تجود به الأرض بدلا من انتظار منح ومساعدات لا تصل. المنطقة ما بها ما كان بها يعني مقاومة، ولا احنا من طبنا الحشيد طلعنا ان المنطقة فمنطقة آمنة مستقرة وصار لها اكثر من سنة ونص محررة، شنو الاسباب اللي تمنع عودتنا لمناطقنا؟ واحنا هنا يعني افتكت بين الامراض هسه حبة بغداد منتشرة بالاطفال بالكبار السن وحتى علاجات قليلة لهاي الامراض، فنطالب الحكومة المركزية بإعادتنا إلى مناطقنا المحررة. نطالب الدكتور حيدر العبادي ومحافظ الأنبار صهيب الراوي رجعنا إلى مناطقنا، لأن مناطقنا أي قتال ما صار به، وإحنا الآن آلاف العوائل بالسياحية، فلوسنا خلصت، خيمنا تشققت وصارنا أكثر من سنة ونص، زين هاي الناس اللي ما محرر المناطق شو وقت راح ترجع؟ إذا إحنا سنة ونص قاعدين هين شو ننتظر بعد؟ إحنا شو ننتظر إذا سلامة منطقة محررة ما حد رجعنا عليه. مشاهدينا، ويضم معنا الآن مباشرة رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي السيد النائب طلال الزوبعي. بداية أهلا بك سيد طلال، أنت أحد ممثلي المحافظات الست في البرلمان، كيف تقيم التعاطي الحكومي أمنيا وسياسيا مع المدن التي احتلها تنظيم داعش ولا سيما تلك التي تم تحريرها ولم تتم إعادة نازحيها إلى ديارهم حتى الآن؟ بالبداية يعني نرحب بكافة مشاهدي هذه القناة ونرحب بهذه القناة لاهتمامها الكبير بقضية النازحين وهموم الشعب. بالتالي الجزء الأكبر اليوم يشهد العراق هجرة كبيرة ونزوح كبير ومعاناة أكبر للنازحين جراء هذا التهجير القسري الذي حدث في المحافظات الستة نتيجة
العمليات الإرهابية ونتيجة لاحتلال داعش لهذه المحافظات، نتيجة للسياسات السابقة التي كانت تمارس ضد هذه المناطق من قبل الحكومة السابقة. بالتالي اليوم هناك هم كبير لدى ممثلي هذه المحافظات في مجلس النواب العراقي، هو كيف إرجاع هذه العوائل وتقدر بأكثر من 4 مليون نازح من هذه المحافظات إلى مناطقهم، وعلى رغم أن وجود هناك كثير من هذه المناطق تم تحريرها مثل جرف الصخر وفي اليوسفية منطقة الفداغة ودويليبة وكثير من هذه المناطق تم تحريرها، ولكن لحد هذه اللحظة لم يتم إرجاع هذه العوائل إلى مساكنهم أو إلى مزارعهم. بالتالي هذا يعتبر خرق، وعلى الحكومة الاهتمام بهذه القضية وهو إرجاع وعادة النازحين إلى ديارهم وتأمين كافة السبل التي تجعل من إرجاع النازحين إلى ديارهم مؤمنة من قبل القوات الأمنية، ويجب أن تكون هناك حقيقة الاهتمام الأوسع بهذه المناطق لأنها جزء من بغداد، ومن ثم نذهب إلى مناطق في الأنبار ومناطق في صلاح الدين تم تحريرها ولحد الآن وديالة. طيب سيد طلال، وكثير من هذه المناطق هي تعاني عدم العودة النازحين بسبب حقيقة ضعف ممثلي هذه المناطق في مجلس النواب، وهذا الضعف نتيجة للتفكك الكتل الموجودة. فأعتقد هناك شخصيات عراقية حاول جمع ممثلي هذه المحافظات. نعم، إذا كنت تسمعني، يعني بعد تشكيل لجنة التنسيق العليا للمحافظات الستة المنكوبة بالإرهاب والتي قيل أنه ربما ستوجه لك الدعوة أو وجهت إليك للانضمام إلى هذه اللجنة لتقوية المكون السني في التفاوض مع الكتل السياسية الأخرى، لو بدأتم التفاوض مع سواء مع الحكومة أو مع الكتل السياسية الأخرى، يعني ما هي أبرز المواضيع التي يمكن أن تبحثون فيها؟ يعني ابتداء احنا ما نحتاج دعوة ولا نحتاج، يعني هو هم كبير لهذه المناطق، وهذا واجب على جميع ممثلي هذه الكتل أن يكونوا في خندق واحد وأن يكونوا أقوياء اتجاه هذه الأحداث الكبيرة التي مرت في هذه المحافظات والمصائب الكبيرة التي حدثت أو حدثت في هذه المناطق، وبالتالي هناك حاجة ماسة إلى أن تتوحد جميع الجهود من أجل الخروج برؤى موحدة، وتكون المصلحة العليا للبلد هي الأهم، وإذا كانت تحالف القوى السنية قويا سيكون البرلمان قويا، عندما يكون التحالف الوطني الشيعي قويا والكردي قويا بالتالي ينتج برلمانا قويا يهدف إلى المصلحة العليا للبلاد. بالتالي هناك استهداف لهذه اللجنة، أعتقد للأسف البعض لم يفهم عمل هذه اللجنة، هو العمل هو تقوية هذا المكون بالنتيجة إذا كان المكون السني قويا في البرلمان يكون المكون الشيعي قويا والكردي قويا والتركماني قويا، بالتالي القوة تنجمع في مجلس النواب للخروج بقرارات قوية تفضي إلى نتائج إيجابية للشعب العراقي وتفكك أي كتلة لا سمح الله هو ضعف للعراق والعراقيين. بالتالي يجب أن تكون هناك رؤية إيجابية ونظرة إيجابية نحو هذه اللجنة، وأؤكد بأن هذه اللجنة لن تكون بأيدي خارجية، كانت بأيدي عراقية بحتة ومن رجال عراقيين رأوا بأن المصلحة العليا للبلد تتحتم جمع جميع هذه الشخصيات في تكتل واحد أو في لجنة تنسيقية واحدة من أجل توحيد الرؤى ومن أجل إعادة النازحين ومن أجل وضع حد للعمليات الإرهابية ومن أجل وضع حد لجميع الأمور الاقتصادية في البلد التي يعاني منها، والأزمة المالية والأزمة الاقتصادية والأزمة الأمنية. بالتالي كل هذه القضايا التي مرت بالبلد نتيجة تفكك الكتل السياسية. قوة الكتل السياسية هي قوة للبلد وقوة للحكومة وقوة للعراق جميعا.
رئيس الوزراء أكد مرارا أنه يريد تنفيذ وثيقة الإصلاح التي تشكلت حكومته بموجبها، هل هناك من يعيقه بنظرك ومن هذه الجهات؟ بالتأكيد هناك معوقات وتحديات أمام رئيس الوزراء لتنفيذ هذه الاتفاق السياسي، وحقيقة هذه الرؤية وهذه الانطلاقة للجنة التنسيق ستجعل من الحكومة قوية وتجعله يعمل على تنفيذ هذه الاتفاقية، لأن القوة لأي مكون هو قوة للبلد مثل ما أسلفنا، وقوة للحكومة، بالتالي هناك استحقاقات لهذا المكون يجب أن تعطى، ويجب أن يقوم رئيس الحكومة بتنفيذ الاتفاق السياسي، ومن ضمن الاتفاق السياسي قضية مهمة هو العفو العام والمصالحة الحقيقية التي يهدف إليها أبناء الشعب العراقي، ولكي نكون حقيقة بلد ينعم بالاستقرار يجب إعطاء جميع المكونات حقوقهم بالتساوي، وأن يكون جميع العراقيين متساوون في الحقوق وفي الواجبات كما نص الدستور. نعم. ولا يوجد تمييز فرد عن فرد آخر أو مواطن عن مواطن آخر. بالتالي اليوم الحاجة الماسة لهذه اللجنة التنسيقية، وما قيل بأن اللجنة التنسيقية هدفها هو جمع أموال من الخارج أو كذا، أعتقد هذه الأمور غير دقيقة، وعلى الجميع العمل في هذه اللجنة من أجل إرجاع النازحين، ومن أجل تحرير هذه المناطق، ومن أجل جعل العراق قويا، وأعتقد هذا الموضوع ليس طائفيا بل بالعكس هذا يعمل على تقوية جميع المكونات في البلد ويهدف إلى استقرار العراق، وأعتقد هذه الحساسية المفرطة من هذه اللجنة التنسيقية أعتقد ليس لها أي وجود، وعلى الجميع تقبل هذه اللجنة بأنها هي لجنة من أجل العراق ولجنة من أجل استقرار العراق وإرجاع الحقوق الجميع بالتساوي. لجنة من أجل العراق، وقلت يجب أن يكون التحالف الوطني قويا والكرد قوية والعرب السنة كذلك قوية، ولكن التحالف الوطني لغاية الآن لم يشكل هيئة سياسية موحدة لتوحيد مواقفه، هل في حالة مفاوضاتكم كلجنة تنسيق عليا للمحافظات الست في مفاوضاتكم ستجدون صعوبة في الوصول إلى نتائج معينة ترضي جميع الأطراف؟ لا، بالتأكيد اللجنة راح تنبثق من عندها لجان فرعية، وهذه اللجان لجان علاقات ولجان كثيرة، أعتقد هذه اللجان التي سوف تعمل من ضمن اللجنة العليا التنسيقية أعتقد ستقوم بهذا الدور بشكل مكوكي، وتعمل من أجل العمل على عرض ما هو هدف هذه اللجنة التنسيقية، وما هي الحقوق التي حقيقة سلبت من المكون، وكيف يتم إرجاع هذه الحقوق، وأعتقد سيكون المؤتمر هو بداية للعمل، ويعتبر المؤتمر بداية للانطلاقة الأولى لهذه اللجنة العليا، وأعتقد اليوم أصبحت حاجة ضرورية وملحة للجميع بأن يعطوا حقوق هذا المكون بشكل كامل، وإلا ستكون هناك قرارات وخيارات جديدة للمكون في هذا المؤتمر، وستكون ملزمة على جميع النواب أو الوزراء أو أي ممثلين من هذا المكون، سواء نواب حاليين أو سابقين أو وزراء حاليين أو سابقين، وسيضم شخصيات كبيرة وأساتذة جامعات وكثير من الشخصيات المهمة في هذا المكون سيتضم هذا المؤتمر، وحتى شيوخ العشائر من كبار العشائر في العراق ستحضر فيه، والدعوة مفتوحة حتى للعشائر الجنوب والوسط، وليس فقط على العشائر الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالة، سيضم يعني هذا المؤتمر شخصيات عديدة تهدف لاستقرار العراق ولتقوية جميع مفاصل الدولة، بالتالي إعطاء الحقوق هو رسم خط العدالة، هو الهدف الرئيسي لهذا المؤتمر، ويجب إعطاء الحقوق للجميع بالتساوي وإرجاع كافة الحقوق التي كانت مهضومة في السابق، وتعويض جميع المتضررين حقيقة من النزوح ومن الهجرة ومن الاعتقالات العشوائية التي طالت هذا المكون طيلة هذه الفترة بدون وجه حق.
سيد طلال، بالنسبة لموضوع بيع العملة الأجنبية عن طريق البنك المركزي، محافظ البنك علي العلاق يقول إنه غير مستعد لإغلاق نافذة بيع العملة وأرجع ذلك إلى متطلبات الواقع. هل فعلا متطلبات الواقع هي من يفرض عدم إغلاق هذه النافذة؟ نؤكد حقيقة بأن البنك المركزي له سياسة ناجحة وعرضت له خيارات كثيرة، ولكن لا يوجد طريق سوى هذا الطريق لبيع العملة سوى هذه النافذة. بالتالي نحن نحترم هذه السياسة، وبالتالي يجب علينا، خصوصا العراق يعاني من أزمة مالية بحتة، يجب مساعدة البنك المركزي وعدم تشويش أو تشويه الحقائق أمام الرأي العام في عمل البنك المركزي. اليوم البنك المركزي له إنجازات كثيرة، حقق أكثر من 470 مليار عراقي غرامات، بالتالي هاي رجعت إلى خزينة البلاد، وهو الهدف الحقيقي الذي نطمح إليه بإرجاع أموال لخزينة البلاد لرفض هذه الموازنة. بالتالي اليوم قرارات فعلا يجب أن تكون مستقلة، قرارات البنك المركزي، وعدم التدخل في هذه القرارات، لأن أي تدخل في هذه القرارات سوف يعمل على حقيقة ذبذبة الوضع الاقتصادي في العراق. بالتالي اليوم كلجنة ندعم توجهات البنك المركزي، خصوصا صدور العملة الفئة 50. أعتقد هذه العملة فيها فوائد كبيرة لخزينة البلاد عكس ما صرح بها بعض المسؤولين. بالتالي هناك دراسة كبيرة حول هذه الفئة، وبالتالي تم إنتاج هذه الفئة، وأعتقد البنك المركزي اليوم يسير بسياسة جيدة ويعمل على نظام الغرامات ويعمل على كثير من القضايا، ونحن نحترم هذه السياسة، ويجب أن يستمر بهذا النهج ويستمر بالعمل بشكل دؤوب. بالنتيجة هو تحصيل لرفض موازنة البلاد، وهذا ما نطمح له، ومحاربة جميع قضايا الفساد، وهذا ما يطمح له الجميع. النائب عن اتحاد القوى الممثل في لجنة التنسيق العليا طلال الزوبعي، شكرا جزيلا لك. طالب مشاركون في زيارة الأربعينية انطلقوا من بغداد باتجاه كربلاء، طالبوا وزارة الصحة بنشر عدد أكبر من المفارز الطبية الجوالة بين المواكب مع تسجيل ثاني حالة تسمم خلال أسبوع واحد في العاصمة. وتقول مصادر طبية إنها سجلت عددا من الحالات المرضية التي يمكن تلافيها بزيادة الوعي، فيما يكمل الزوار مسيرتهم نحو كربلاء. خطاب عادل والتفاصيل. حالات تسمم سجلتها مناطق الرصافة بين صفوف الزائرين المتوجهين إلى كربلاء، فيما اتخذت كوادر صحة بغداد الكرخ إجراءات وقائية من خلال نشر المفارس الطبية وفرض رقابة أكبر على الأطعمة والمشروبات المقدمة للزائرين. القوات الأمنية نشرت عناصر مدنية تتواجد على طريق المنصور واليرموك والدور والسيدية وصولا إلى المحمودية للحد من أفعال العناصر المندسة، فيما حذر أصحاب المواكب الزائرين من الفرق العشوائية. أعطاهم بعض الأكلات وصارت شوية خملة عندهم، وما يعني عبرت إن شاء الله على خير، وماكو إشكال بالمنطقة، يعني ماكو شيء صار من ناحية الوفاء أو غيرها، فشي بسيط إن شاء الله، وتعالج من قبل صحة بغداد الكرخ تسمم. نعم، والحمد لله هسه متابعة شديدة من قبل رئاسة صحة بغداد الكرخ، وحتى المدير العام موجود هسه حاليا بالمواكب، إذا يفتش على الجداري على الأكل. جميع منتسبي الرقابة الصحية سواء في الدائرة والمؤسسات الأخرى مستلفرين بالكامل، دورهم طبعا فحص الأطعمة والمشروبات سواء المقدمة للزائرين الكرام أو حتى المخزونة في أماكن في المخازن وفي الأسواق ومعامل المياه ومعامل الأطعمة والتعليب، أيضا تخضع لرقابة مشددة. احنا نجيب الأكل وهم يجون يشوفوا الأكل ونوزع للزوار.
نحو 1000 حالة مرضية أصيب بها الزوار خلال الأسبوع الماضي. تنوعت الأمراض بين نزلات شعبية وأمراض البرد الأخرى بحسب أطباء في قاطع الكرخ، غير أن ذلك لم يثني الزائرين من استكمال مسيرتهم إلى كربلاء. والله إحنا موفرين كل شيء من الحالات، يعني حقيقة من الأدوية من المستلزمات للزوار الكرام إن شاء الله. والبارحة إحنا سجلنا أكثر من 1000 حالة، يعني أكثرها هي يعني أمراض صدرية، يعني تعرف إن نزلات البرد والهواء زاد التهاب الأمعاء. تحدي الكل واحد ما يريد الخير للعراق. حقيقة الزوار ده توافد صار 10 أيام، تفاجأنا احنا أصحاب المواكب. كل مرة يوم 12 أو 13/0 ننصب الموكب، هالمرة يوم 8 أو 7/0 نصبنا الموكب ولحد الآن. ويؤشر مراقبون تلكؤ في خدمة الزوار على رصافة بغداد أكثر من كرخها، خاصة فيما يتعلق بتوفير وسائل الراحة والأطعمة وتسهيل التنقلات خلال الزيارة الأربعينية. من بغداد، خطاب عادل، الشرقية نيوز. ميدانيا، سقط 6 أشخاص بين شهيد وجريح بسقوط قذائف هاون على قرية في قضاء أبو غريب غربي بغداد على وفق ما أفادت به مصادر أمنية وطبية عراقية. المصادر ذاتها أوضحت أن قذيفتي هاون سقطت قرب منازل سكنية في قرية الزيدان التابعة لقضاء أبو غريب، مما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة. يأتي ذلك فيما نفذت طائرات حربية فرنسية غارات جوية في محافظة نينوى شمالي العراق ضد مواقع تابعة لتنظيم داعش غربي المحافظة، على وفق ما أفاد به بيان للجيش الفرنسي. مسؤول عسكري فرنسي أكد أن طائرات حربية انطلقت من حاملة الطائرات شارل دي غول، أن الطيران الحربي الفرنسي دمر مقر قيادة لتنظيم داعش في قضاء تل العفر غربية مدينة الموصل. يشار إلى أن طائرات رافال انطلقت من على متن حاملة الطائرات شارل دي غول يوم الثلاثاء الماضي. وبالتزامن مع الغارات الفرنسية، نفذت طائرات التحالف الدولي غارات جوية على مواقع تنظيم داعش في قضاء سنجار ومدينة الموصل في نينوى شمالي العراق. بيان لقوة المهام المشتركة قال إنه تم تنفيذ 19 غارة جوية، بينها ضربات أصابت أهدافا للتنظيم في الرماد والفلوجة، دعما للقوات العراقية التي تشتبك مع مسلحي التنظيم في محيط هاتين المدينتين. ووفقا لقوة المهام المشتركة، فأن 3 غارات جوية أخرى نفذتها طائرات التحالف الدولي في سوريا استهدفت مواقع التنظيم قرب مدينتي الرقة ودير الزور. وحول المباحثات العراقية الأمريكية والإصلاحات، ينضم إلينا سيد سعد الحديثي المتحدث باسم الحكومة العراقية. سيد الحديثي، بالإضافة إلى ما أعلن عن اللقاء بين رئيس الوزراء وعضوي الكونغرس الأمريكي جراهام وماكين حول تعزيز قدرة القوات العراقية، بما هي أبرز المواضيع الأخرى التي تم البحث فيها إضافة إلى ما أعلن في اللقاء؟ نعم، في الحقيقة اللقاء الذي تم بين رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي وعضو هذه اللجنة، كل من السناتور جون ماكين والسناتور ليندسي جراهام بالإضافة إلى وفد المرافق لهما، انصب بالأساس على طبيعة الشراكة والتنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين العراق فيما يخص الحرب على الإرهاب ودور العراق في هذه الحرب وما يمكن أن تقدمه أمريكا ودراسة أفضل السبل لتعزيز الدعم الأمريكي للعراق والاستماع إلى وجهة نظر العراق فيما يخص الاحتياجات الميدانية والاحتياجات الفعلية التي يمكن أن توفرها الولايات المتحدة للعراق في هذه المرحلة. وبطبيعة الحال هذا الأمر يعني يجري بصورة شبه مستمرة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، بحثا للمستجدات ومعالجة للطوارئ التي تنشأ في هذه الحرب، وهي بالتأكيد حرب تحتاج إلى استمرار التواصل ومزيد من التشاور بين العراق والولايات المتحدة. وكان البحث انصب على جانبين أساسيين. الجانب الأول بطبيعة الحال أنه العراق طلب زيادة الدعم الجوي من خلال تسريع
وتيرة الضربات الجوية وتكثيفها بشكل يضمن توفير الاحتياجات والمتطلبات الميدانية والاحتياجات القوات العراقية على الأرض، وحتى وأن استدعى ذلك زيادة عدد المستشارين الأمريكان العسكريين الأمريكان الذين يقومون بمهام التنسيق بين القوات العراقية وبين القوة الجوية أو الطائرات الأمريكية وحتى طائرات التحالف من الدول الأخرى. هذا كان في الحقيقة مطلبا رئيسا، وكان هنالك ضرورة وتأكيد على هذا الأمر على اعتبار أن القوات العراقية اليوم تشن عمليات قتالية في أكثر من مدينة لتحرير المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش، وهناك توسع في هذه العمليات، وهذا التوسع يتطلب تناسبا في زيادة الدعم المقدم من قبل الجانب الأمريكي. والعراق شدد على ضرورة أن يكون هنالك تفهم لهذه الحاجة على اعتبار أن الغطاء الجوي السريع والمباشر والفعال والقائم على التنسيق مع القوات العراقية سوف يكون عاملا مسرعا جدا من نجاح أو مسرعا جدا في نجاح القوات العراقية على الأرض لتحقيق أهدافها. نعم سيد سعد، ماكين وغراهام هم أبرز أعضاء الكونغرس الذين طالبوا بإشراك عشائر السنة بمحاربة داعش ودعمهم وتسليحهم، هل تم البحث في ذلك؟ حقيقة الحكومة العراقية تعتقد أنه دور العشائر في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش دور أساسي ودور شريك فاعل للقوات العراقية، أولا في تحرير المدن وثانيا في مسك الأرض. يعني هذا الدور ربما هو الدور المناط بهذه العشائر وهذه القوات المحلية، بالإضافة إلى الشرطة المحلية بطبيعة الحال مع هذه المتطوعين من أبناء العشائر. والحقيقة الأمر أن الحكومة العراقية لا تألو جهدا في هذا الاتجاه، هي فتحت أبواب التطوع وتقدم المساعدات والتجهيز اللازم والممكن في ظل المعطيات التي يمتلك العراق في هذه المرحلة، وهي منفتحة على نطاق واسع، وتم استيعاب آلاف، ربما يصل العدد إلى حوالي 20,000 في هذه المدن التي يتواجد أو يسيطر عليها تنظيم داعش، وتم استيعابهم كمتطوعين وتم تنظيمهم وتأهيل العدد الأكبر منهم وتسليحهم، والآن جزء كبير في الحقيقة يشارك منذ وقت ليس بالقصير في العمليات القتالية في هذه المحافظات. نعم. ويقوم بدور رئيسي في دعم القوات المسلحة، تأكيدا لأن هذه المعركة هي معركة وطنية، معركة العراقيين أجمع من كل الأطياف، ولا يوجد في الحقيقة طرف لا دور له ولا فاعلية له في هذه الحرب على الإطلاق. حقيقة كل القوى العراقية اليوم، كل المتطوعين بعناوينهم المختلفة بالإضافة إلى القوات المسلحة العراقية، تبذل جهودا وتقدم جهودا كبيرة وتقدم تضحيات في واقع الحال من كل الأطياف، وهذا يؤشر على أن المعركة معركة العراقيين جميعا ضد الإرهاب والتطرف. وكان هنالك يعني انفتاح كبير على الاحتياجات العشائرية بهذا الصدد من خلال وزارة الدفاع ومن خلال التنسيق المستمر مع الحكومات المحلية في هذه المحافظات، واللقاءات العديدة التي عقدت مع رئيس الوزراء دكتور حيدر العبادي، وتم البحث في أفضل السبل وأنجع الوسائل لزيادة وتيرة التطوع وتقديم أفضل الدعم الممكن لأبناء العشائر. نعم. باعتبارهم شريك أساسي في الحرب على الإرهاب ودور مستقبلي لهم فيما يتعلق بمسك الأرض بعد تحريرها. طيب، بيان مكتب رئيس الوزراء سيد العبادي أشار إلى أن جون ماكين أعرب عن دعم الكونغرس للعراق في حربه ضد الإرهاب، الكلام هنا يبدو عموميا، خصوصا أن البعض بعض الكتل السياسية وكذلك من يقاتل على الأرض يقاتل الإرهاب يشكك في دور ودعم الولايات المتحدة لمقاتلة الإرهاب. حقيقة يعني أنا قلت لك أنه الجزء التفصيلي من موضوع البحث أشرت له في إجابتي على سؤالك الأول، لكن يؤكد أنه موقف الحكومة العراقية بصدد المجتمع الدولي عموما والولايات المتحدة على وجه الخصوص هو أن هنالك ضرورة للتنسيق والتعاون المستمر مع هذه القوى وفي مقدمة الولايات المتحدة. واقع الحال دور الولايات المتحدة دور أساسي في التحالف الدولي، وهنالك اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تربط البلدين وترتب التزامات متقابلة تجاه بعضهما البعض فيما يتعلق بدعم العملية السياسية وفيما يتعلق بالحفاظ على وحدة العراق وفيما يتعلق بدرء أي مخاطر يمكن أن تهدد العمل السياسي في العراق أو عملية سياسية أو وحدة البلاد أو سيادتها، وهذا ما يعمل عليه العراق وما تقوم به الولايات المتحدة والتحالف الدولي. وإن كان الدعم الذي يقدم في بعض الأحيان قد لا يرتقي إلى مستوى الطموح العراقي، بالتأكيد العراقيون يطمحون إلى ما هو أكثر، إلى دعم ومساندة تتوافق مع حجم التحدي الذي يواجهه العراق، وهو تحدي كبير ثبت أنه تحدي يواجه العالم بأجمعه، وبالتالي لابد. نعم. أن يكون هذا الدعم
متناسبا مع طبيعة التحدي ومتناسبا مع الإمكانات التي تمتلكها الولايات المتحدة والدول الأخرى. أما بخصوص المبدأ فعلى العكس، هنالك تمسك بهذه الشراكة وبالدور المساند للولايات المتحدة العراق في حرب على العراق، كما هو ننتقل إلى محور آخر وهو الأخرى في المنطقة التي تسعى إلى دعم العراق. نعم، نذهب إلى تصريحات السيد العبادي فيما يتعلق بمحاربة الفساد كانت الأشد، وأشار إلى رؤوس كبيرة ستسقط. هل هناك وثائق بيد العبادي سيكشفها قريبا برأيك؟ حقيقة يعني الدكتور العبادي يتحدث عن مبدأ عام، أنه هذه الحرب ضد الإرهاب التي لا تقل في الحقيقة، أو الحرب ضد الفساد التي لا تقل عن في 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 أهميتها وأهمية نتائجها بالنسبة للعراق عن الحرب ضد الإرهاب. واقع الحال هذه الحرب يعني من الأهمية بما كان، بحيث يجب أن يتركز جهد الوطني عليها كما هو الحال بالنسبة للحرب على الإرهاب. والدكتور العبادي يشير إلى أنه أولا هذه العملية، عملية مكافحة الفساد والحرب على ظاهرة الفساد، ليست يعني موجهة ضد جهة سياسية معينة، وليس المعني بها شخص على الإطلاق. هو مبدأ عام يسري على الجميع، كل من لديه ارتباط بمافيا الفساد أو هو جزء من عجلة الفساد التي كان لها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد العراقي وعلى قدرة العراق على بناء مجتمع متمدن ومجتمع يوفر فيه الخدمات والعيش الكريم للمواطن العراقي. هذا المبدأ هو الذي يحرك خطاب الدكتور العبادي ويحرك توجهاته فيما يتعلق بقراراته في الحرب على الفساد. لكن بكل أحوال الجهة المعنية بهذا الملف هي ليست الحديث، ولكن ملفات الفساد عندما توجد لدى هيئة النزاهة وترفع إلى القضاء باعتباره الجهة المخولة بمتابعة قضايا الفساد وإصدار الأحكام بشأنها. بالضبط. ولكن سيد العبادي تحدث عن رؤوس كبيرة وقال أنهم يملكون قدرات وإمكانات تفوق قدرات الدولة، هل هذا يعني أن المليارات، المئات المليارات التي سرقت ونهبت هي في يد هؤلاء؟ بالتأكيد يعني ظاهرة الفساد استشرت طوال سنوات عديدة، وبالتالي اليوم هنالك شبكة من الفاسدين لديهم تواجد في كثير من مؤسسات الدولة. ولهذا يؤكد ويشدد الدكتور العبادي على أهمية أن يكون هناك تضافر في الجهود. يعني حقيقة الأمر لا يمكن لجهة معينة لوحدها في العراق أن تحارب الفساد وأن تقضي عليه بدون دعم ومساندة القوى السياسية المختلفة. وهذه رسالة للجميع، أنه لا يوجد استهداف لطرف معين من قبل الحكومة على الإطلاق، وهو استهداف للظاهرة وحرب على الفساد وليس حرب ضد جهة سياسية. هذه الرسالة هي رسالة تطمين للجميع، أنه نحن جميعا يجب أن نتحد ونتكاتف ضد الفساد، ولا يجب أن ندخل في صراعات جانبية على اعتبار أنه قد تكون هناك بعض الشخصيات من هذه الجهة أو تلك مرتبطة بعجلة الفساد، وبالتالي يجب على هذه الجهة السياسية أن تتولى حمايتها والدفاع عنها. هذا الأمر يضع في الجهد الوطني، وهذا ما أكد عليه الدكتور العبادي وشدد على دور القضاء في الابتعاد عن تأثيرها السياسية والاستقلالية والجرأة في اتخاذ القرارات. حقيقة اليوم القضاء هو الجهة الرئيسة المكلفة والمخولة بعملية محاربة الفساد من خلال ما يوفر لها من تحقيقات أولية تقدم من قبل الجهات الرقابية وفي مقدمتها هيئة النزاهة. لهذا هذا جهد وطني تضافري وتعاوني من الجميع، ويجب أن يفهم الجميع هذه الرسالة. نعم، سيد العبادي أشار أيضا بأن هناك من يحاول إفشال إصلاحاته وعده تنافسا غير شريف. هل يشكو العبادي من جهات سياسية تعيق إجراءات الإصلاح؟ وهل هناك بينهم هؤلاء الفاسدون؟ من المؤكد أنه الجهات التي استفادت أو الأشخاص الذين استفادوا من ظاهرة الغياب الرقابة على المال العام، الإثراء على حساب المال العام طوال الفترة السابقة، هدر المال العام، هؤلاء بطبيعة الحال يحاولون أن يعرقلون، وسوف لا يوفرون جهدا ولا يألون وسيلة في محاولة عرقلة وإفشال البرنامج الإصلاحي. لهذا الدكتور العبادي يؤكد على ضرورة أنه هذه الحرب ليست سهلة، هذه الحرب سوف تكون شرسة وشاقة وطويلة ومضنية، وبالتالي يعني يجب علينا أن ننجح فيها، لأنه بالنتيجة هذا الأمر لم يعد يعني خيارا وإنما أصبح ضرورة ملحة. لا يمكن إعادة بناء العراق بصورة صحيحة ووضعه على طريق صحيح بدون نجاح في الإصلاحات وفي مقدمة برنامج الإصلاح
الحرب على الفساد ربما يشكل هو الجزء الأكبر من برنامج إصلاح واقع الحال. هذا ما يؤكد عليه دكتور العبادي، وبطبيعة الحال الذي يحدث اليوم هو أننا انطلقنا في هذا الطريق. نعم الطريق ربما لا نصل إلى نتائجه سريعا، لكننا على الأقل وضعنا قدمنا على الطريق الصحيح، وهذا هو المهم. وبالتأكيد يعني اليوم لا بديل لنا عن محاربة الفساد، لأنه اليوم الضائقة المالية التي تمر بها البلاد توجب علينا أن نضغط النفقات وأن نوقف الهدر في المال العام والاختلاس الذي كان يحدث في أموال الدولة على نطاق واسع، لأنه لم يعد هنالك مزيد من الأموال. وملفات الحرب على الإرهاب وملفات النازحين وملفات الرواتب والمتعلقات الأخرى والاحتياجات الأساسية للدولة لا يمكن أن تتوفر بدون وقف كل سبل وإغلاق كل منافذ الفساد في الحكومة العراقية وفي كل مؤسسات الدولة المختلفة. نعم السيد سعد الحديثي المتحدث باسم الحكومة العراقية، شكرا جزيلا لك. في شأن آخر، حذر رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو من تكرار حوادث مشابهة لإسقاط الطائرة الروسية في ظل وجود تحالفين لهما أهداف مختلفة في سوريا. وقال داود أوغلو خلال مؤتمر صحفي قبل أن يتوجه إلى بروكسل إن تكرار حادثة إسقاط الطائرة الروسية أمر محتمل ما لم يتم التنسيق بين التحالفين اللذين يقاتلان في سوريا. الطيار الذي قتل خلال انتهاك المجال الجوي سلم إلينا على الحدود الليلة الماضية. دبلوماسي روسي سيتوجه برفقة ممثل عن الجيش التركي إلى محافظة هاتاي على الحدود السورية لتسلم الجثة. واحدة من أولوياتنا هو تنسيق والاتصال مع روسيا بشأن عملياتها في سوريا من أجل تجنب وقوع حوادث مماثلة في المستقبل. وقد أظهرت هذه الحادثة بوضوح أنه يمكن أن تتكرر حوادث مشابهة في ظل وجود تحالفين يعملان في نفس المجال الجوي ولهما أهداف مختلفة في سوريا. إن محاولات إلقاء مسؤولية إسقاط الطائرة الروسية على الجانب التركي باطلة وغير مشروعة حسب القانون الدولي وتضر بروابط الصداقة والجوار الوثيقة بين البلدين. إلى ذلك قال الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستنفر تماما لمواجهة ما يعده تهديدا غير مسبوق من تركيا بعد إسقاطها طائرة حربية روسية بواسطة مقاتلة من نوع F-16. ووصف المتحدث ديمتري بيسكوف لبرنامج نيوز أون ساتردي التلفزيون الروسي تصرف سلاح الجو التركي بأنه جنون مطبق، وقال إن تعامل أنقرة مع الأزمة بعد وقوعها ذكره بمسرح العبث. إنه فيما يبدو جنون مطبق ذلك الذي فعلته طائرة عسكرية تركية. يواصل جيشنا عملية لدعم هجوم ينفذه الجيش السوري. لا أحد يملك الحق في إسقاط طائرة روسية غدرا من الخلف. الأزمة دفعت بالرئيس بوتين للاستنفار بطريقة الجيوش في أوقات الأزمات. هذا الظرف غير مسبوق، هذا التحدي لروسيا غير مسبوق، لذا وبشكل طبيعي سيكون رد الفعل على قدر هذا التهديد. في شأن اللبناني، اصطدمت المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وجبهة النصرة التي تقاتل في سوريا حول تبادل المعتقلين والمختطفين بين الجانبين، اصطدمت بعراقيل في اللحظات الأخيرة على وفق ما أفادت به مصادر أمنية اللبنانية. المصادر اللبنانية ذاتها أوضحت لرويترز أن عقبات في اللحظات الأخيرة أدت إلى تأخير إطلاق سراح العسكريين اللبنانيين المختطفين من قبل جبهة النصرة، بعد أن أضافت الأخيرة شروطا جديدة لم يحدد الأمن العام اللبناني موقفه النهائي منها، بعد ما أدى إلى عرقلة إتمام الصفقة حتى اللحظة. وكانت بلدة عرسال الحدودية مع سوريا شهدت حركة مواكب وإجراءات أمنية على الطريق المؤدية إليها، إلى جانب توجه عدد من أهالي العسكريين اللبنانيين المخطوفين إلى عرسال بانتظار إتمام صفقة تبادل بين الأمن العام اللبناني وجبهة النصرة التي تحتجز 16 عسكريا لديها منذ صيف 2014 الماضي. وقبل الختام هذا تذكير بالعناوين. الدولة العراقية الآن فقدت القرار السيادي، متأثرة كثيرا بالضغوط الغربية، بحيث أبناء الحج الشعبي بما يمتلكون ويقدمون من تضحيات إلى الآن لم تقوم الحكومة العراقية. قيس الخزعلي، الدولة العراقية فاقدة للقرار السيادي وخاضعة للضغوط الغربية والأمريكية،
وماكين وغراهام يلتقيان العبادي في بغداد. سترون رؤوس مهمة تقع في هذا الإطار. إحنا ما نريد نستعجل، ما إذا حول الفساد إلى صراع سياسي. الفاسد فاسد، الفاسد لا يحاكم لا دينه ولا مذهبه ولا محافظته ولا حزبه، الفاسد هو يتحمل فساده. رؤوس مهمة ستسقط في إطار ملاحقة الفاسدين والفساد، يقول العبادي ويحذر من التنافس السياسي غير الشريف. اللجنة التنسيقية العليا تعلن عزمها عقد مؤتمر دولي لإغاثة النازحين الذين يتجاوز عددهم 3.5 مليون شخص. لا أنباء مؤكدة عن مصير الخطوط العراقية إلى أوروبا، ومصر والسويد توقفان رحلاتهما الجوية إلى أقليم كردستان العراق بسبب النشاط العسكري الروسي في المنطقة. 1,300,000 زائر إيراني دخلوا العراق لغاية الآن، ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى 1.5 مليون. نهاية الحصاد، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعتكم نشكرها، إلى اللقاء.